احنا هدفنا انه نزيد الضغط على المجلس العسكري الانتقالي باعلاننا اللي يفترض يتم بكره انه احنا فعليا جاهزين بخطه واضحه للعمليه الانتقاليه وباسماء مؤهله وموافقه على انها تكون جزء من العمليه الانتقاليه بشرط انه المجلس العسكري الانتقالي يستجيب للبروبوزل المقدم من قوى الحريه والتغيير. دقيت لدكتور وما رد لي، كان يفترض بيت حياد المكان الساعة 5 يعني. احنا عايزين انه يتشكل مجلس سيادي مدني بصورة فورية مع وجود تمثيل عسكري، ده المطلب بتاع اللحظة وشايفين انه في ضرورة انه يتشكل بصورة فورية. المجلس الجديد هو المنوط به وبعد ذاك يقوم بمتابعة تنفيذ باقي المطالب اللي هي تشكيل الحكومة المدنية، تشكيل المجلس التشريعي، عندك المطالب العاجلة زي استمرار عمليات قبض رموز النظام والممتلكات بتاعت المؤتمر الوطني والعمليات وهيكلة جهاز الأمن وكل المطالب بتاعت الشارع اللي بنادي بها الليلة دي. إذا توفرت العدالة في السودان، إذا توفر نظام قضائي جديد في السودان بمعايير استقلالية ومعايير بتاعت عدالة كاملة، فما حيكون في أي زول حيعترض على محاكمة البشير داخل السودان. لكن إذا ما توفرت المعايير دي بالطبع، فالسودانيين حيبحثوا عن العدالة في أي مكان في العالم. ما عندي أي أمبيشن زي ذا أو طموح حاليا في الوقت الحالي، وحقيقة دي هي غالب النظرة الموجودة عند الأعضاء الممثلين في الهياكل بتاعة التجمع المهني السودانيين، إنه الفترة هي فترة بتاعت عمل انتقالي محتاجة كلنا كشعب سوداني وخاصة القوى الحية الموجودة في الشارع السوداني إنها تضمن تنفيذ المطالب الموجودة في إعلان حكومة. المهم دارين الشارع برضو يفهم انه كل يوم بيمر المجلس العسكري الانتقالي بيلقى قوة اكتر وبيلقى دعومات من جهات مختلفة، وده خطر على الثورة، خطر كبير جدا. وحنكون احنا خرجنا من جيش او من عسكر الى عسكر اخرين، ربما يكون افضل قليلا من العسكر اللي قبلهم، لكن في النهاية هم عسكر وما حيكون في ضمانة حقيقية لتنفيذ الاهداف اللي قامت من اجلها الثورة السودانية، وممكن يحصل ارتداد في اي لحظة، عشان كده ده خطر جدا. هي التدخل الخارجي واللي هو اللي كل يوم قاعد يتزايد، برضو التدخل الخارجي بيكون بمصالح يعني خاصة بدول بعينها ما من اجل مصلحة الشعب السوداني بالتأكيد. وبندعو برضو المجتمع الدولي انه يستمر في ضغطه على المجلس العسكري الانتقالي من اجل سرعة تسليمه السلطة للمدنيين، وده الهدف الموجودين من اجل لحد الليل احنا في الشارع، الاعتصام مستمر من اجل الهدف ده.